تمام يا فندم. لواء أركان حرب عصام عبد الخالق الشيخ، مدير المركبات. جناح مجمع الصناعات الهندسية يا فندم بيتكون من 12 مركبة مدرعة، 8 يا فندم بالعرض الخارجي و4 بالعرض الداخلي. تصميم جميع المركبات يا فندم بمجمع الصناعات الهندسية، وروعي عند التصميم يا فندم التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية بما يتوائم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة. جميع المركبات يا فندم مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة، مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، وكذا أجهزة رؤية ليلية. جميع المركبات يا فندم مزودة برام فلات سيستم. تم إنتاج هذه المركبات يا فندم بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. المركبة تمساح 3 يا فندم تم تصميمها يا فندم بالتعاون مع شركة AM General الأمريكية على شاسيه هامر 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 وعدد الطاقم 6 فرد. المركبة تمساح 4 يا فندم تم تصميمها بالتعاون مع شركة مرسيدس الألمانية على شاسيه مرسيدس 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 عدد الأفراد 8 فرد. المركبة شربة يا فندم مصرية الصنع، تم يا فندم تصميمها بالتعاون مع شركة أركوس الفرنسية على شاسيه رينو 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 عدد الأفراد 6 فرد. وأخيرا يا فندم أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية المركبة تمساح 6، والتي تم تصميمها يا فندم بالتعاون مع شركة نيفستار الأمريكية على شاسيه نيفستار 4x4، وتحقق مستوى حماية حتى BR7 واستنك 4 يا فندم. وأي أوامر يا فندم؟